يا فتيان ويا فتيات، أسرعوا واحصلوا على تذاكركم هنا، فهذه هي فرصتكم الأخيرة لرؤية التايتانيك. لا توجد أي سفينة أخرى تثير اهتمام الناس مثل التايتانيك. تستمر القصص المرتبطة بهذه السفينة المنكوبة بلمس قلوب الناس في جميع أنحاء العالم. إن كنت من عشاق التايتانيك المتعصبين، أعرنا انتباهك لأن حطام السفينة المهيبة لن يكون موجوداً إلى الأبد. استمر في المشاهدة لتتعرف على ما سيحدث لحطام سفينة التايتانيك خلال السنوات القليلة القادمة، ومتى ينبغي عليك زيارة التايتانيك إن كنت تريد رؤيتها قبل أن تتحلل بالكامل. ولا تنسى النقر على زر الاشتراك وتشغيل الإشعارات لتنضم إلينا على الجانب المشرق من الحية. إذن لماذا أنت مهتم بالتايتانيك؟ ربما أنت مؤرخ، ربما شاهدت الفيلم وترغب في رؤية السفينة بأم عينيك، ربما أنت هاو للسفن، أو كان أحد أفراد أسرتك على متن السفينة. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس مفتونين للغاية بهذه السفينة. أياً كان السبب، إن كنت تريد رؤية حطام السفينة، فمن الأفضل لك أن تقوم بذلك في وقت قريب، لأنها تتآكل أثناء حديثي الآن. اصطدمت التايتانيك بجبل جليدي في 14 من أبريل عام 1912، وبعد بضع ساعات فقط انقسمت السفينة إلى نصفين، وشهدت للمرة الأخيرة في الساعة 22 دقيقة من صباح 15 من أبريل عام 1912، وكانت تلك آخر مرة يرى فيها الناس السفينة الضخمة على سطح الماء. ولعدة سنوات بعد ذلك لم يعرف أي أحد أين ذهبت السفينة. حاولت العديد من الحملات البحثية العثور على حطام سفينة التايتانيك، محاولة تخمين المكان الذي كانت سترسو فيه، لكن لم ينجح أحد في ذلك. ولم يكن حتى عام 1985 عندما اكتشف عالم المحيطات روبرت بالارد السفينة بالصدفة أثناء قيامه بمهمة للبحرية الأمريكية. وبحلول الوقت الذي عثروا فيه عليها وأحضروها إلى السطح، كانت السفينة قد بدأت بالفعل في التدهور. حتى هذه اللحظة لم تسنح الفرصة سوى لعدد قليل من الناس برؤية التايتانيك، وأحدهم هو مخرج فيلم هوليوود تايتانيك جيمس كاميرون، وقد أحضر صوراً من الحطام أظهرت المزيد من التدهور. يقبع حطام التايتانيك في قاع المحيط منذ أكثر من 100 عام، لذلك يمكنك تخيل حالته، كما أن البكتيريا المسؤولة عن تشكيل الصدأ تأكل السفينة بأكملها. هذه البكتيريا قوية لدرجة أنها تأكل حوالي 181 كيلوغراماً في اليوم، معرية السفينة شيئاً فشيئاً. والمثير للدهشة هو أن التايتانيك محاطة بالكثير من البكتيريا لدرجة أنها تستضيف حالياً أشكال حياة أكثر من أي وقت مضى. في غضون 20 إلى 50 سنة ستأكل البكتيريا الكثير من السفينة، لدرجة أنه سيصعب التعرف على حطامها. كفرصة لرؤية الموقع عن قرب، تقدم الشركة الأمريكية أوشن جيت رحلات إلى الحطام، وكان من المفترض أن تنطلق الرحلة الأولى التي تحمل السياح في عام 2018، ولكن الطقس لم يكن مناسباً، لذلك تم تأجيلها إلى 2019. وقد قامت أوشن جيت بالفعل برحلات إلى التايتانيك، ولكن لم يتم السماح للسائحين بالصعود على متنها، وقامت عمليات الغوص بجمع البيانات والعينات والتقاط الصور. كما خططت شركة أخرى تدعى ذا بلو فيش للقيام برحلات إلى حطام السفينة في عام 2019 و2020، وتحتوي غواصتها على نافذة أكريليك بمقاس 7 بوصات للحصول على أفضل منظر. ومع انتشار خبر تهالك التايتانيك، فإن ذلك شجع المزيد والمزيد من الشركات التجارية على تقديم رحلات غوص إلى الحطام. إذا كنت تعتقد أنه بإمكانك النزول والعودة في نفس اليوم، فإن الواقع أكثر تعقيداً. تستغرق الرحلة إلى حطام السفينة 8 أيام، وتنطلق من نيوفاوندلاند في كندا. يصعد الركاب على متن غواصة مصنوعة من التيتانيوم وألياف الكربون، لأنه أثناء نزولك إلى الأعماق المظلمة يزداد ضغط الماء، وأنت لا تريد غواصة مصنوعة من مواد ضعيفة. وبمجرد الدخول إلى الغواصة ستنزل مسافة 3810 أمتار إلى قاع المحيط. هذه المسافة ليست بعيدة للغاية لو كنت على اليابسة. على اليابسة سيكون مثل التوجه إلى أقرب محل بقالة، ولكن عندما تفكر في 3810 أمتار كمسافة عمودية
ومع النزول في الظلام، فإن حقيقة كل ذلك قد تصيب بدنك بالقشعريرة. وأثناء نزولك من المرجح أن تظهر الكائنات الحية ذات الإضاءة الحيوية. الظلام في هذا العمق حالك للغاية، لدرجة أن الحياة البحرية قد طورت طريقتها الخاصة في صناعة الضوء. يستغرق الأمر 90 دقيقة تقريبا للوصول إلى القاع، وخلال هذه الفترة قد تمر بجميع مراحل الحزن والذعر. ربما ستبدأ بالرفض: لا يمكنني أن أكون في غواصة، ما الذي كنت أفكر فيه؟ هذا مخيف للغاية، أخرجوني من هنا. ومن ثم الغضب: أخرجوني وإلا سأصرخ. ماذا عن المساومة؟ إذا أعدت الغواصة للأعلى سأدفع لك ضعف المبلغ، وربما الاكتئاب حتى. ما الذي فعلته؟ ستنكسر النافذة وسنغرق جميعا. وأخيرا يأتي القبول: أوه، يبدو أن الغواصة بخير تماما، في الواقع هذا رائع للغاية. بعد مرحلة الأفعوانية العاطفية سيقابل منظر الحطام البديع عينيك، وستحصل على عرض بزاوية 360 درجة للتايتانيك، والذي يمكنك الاستمتاع به لمدة 3 ساعات تقريبا. بالاعتماد على شركة الغواصة ستتمكن من رؤية سطح السفينة ومقدمتها ومراوحها وغرفة الماكرون، أعني غرفة ماركوني التي أرسل منها مشغل الاتصالات اللاسلكية إشارة الاستغاثة أثناء غرق السفينة، والمساحة التي كانت موطناً للدرج الكبير والتي أصبحت مشهورة للغاية الآن. بالإضافة إلى ذلك ستتمكن على الأرجح من مشاهدة بعض الأغراض الشخصية الموجودة على قاع المحيط، معظمها أحذية وحقائب تعود لركاب التايتانيك. مصدر قلق كبير هو ما إذا كانت بعض الشركات مثل أوشن جيت وذا بلو فيش ستؤذي ما هو في الأساس موقع دفن. تصر الشركتان على أن عمليات الغوص تتم باحترام وأنهما لا تسترجعان أي من القطع الأثرية، كما أنه من غير الواضح أيضا ما إذا كانت عمليات الغوص ستتمكن من النزول هذه المرة. فكلا الشركتين حددت مواعيدا لرحلاتها واضطرت إلى تأجيلها. خططت دبلو فيش لإحضار السياح إلى الحطام في أوائل الألفية، ولكن تم تأجيل الرحلة بسبب عدم الاستقرار السياسي والإصلاحات التي توجب القيام بها. الأمر المؤكد هو أنه عندما تنطلق الرحلات لن يتمكن سوى عدد قليل من المحظوظين من رؤية حطام السفينة، لأن الغواصات لا يمكنها أن تستوعب سوى 9 ركاب تقريبا في المرة الواحدة. بالإضافة إلى الطاقم، تريد الشركات أن تشير إلى أنها ليست مجرد رحلة جذب سياحية، بل تجربة استكشافية أيضاً. بالإضافة إلى أخذك في جولة، تقوم هذه الشركات أيضاً بالاستمرار في تقييم حالة السفينة وجمع العينات. لذلك بدلاً من ارتداء الكعب العالي أو البدلة الرسمية، يمكنك التجهيز لهذه الرحلة بارتداء حذاء ثقيل ولبس دافئ للغاية واستدعاء المستكشف الصغير بداخلك. إن كنت مهتماً برؤيتها قبل أن تختفي، فالوقت المناسب هو الآن، فخلال 100 عام قد لا يكون في موقع التايتانيك سوى عدد قليل من البقايا المتفرقة في قاع المحيط. تأكد فقط من امتلاكك لمبلغ كبير من المال، لأن هذه التجربة ليست رخيصة. تكلف الرحلة إلى الموقع 105,000 دولار للشخص. إن كان السعر يجعلك تعيد التفكير في الأمر، فإن النقطة المثيرة للاهتمام هي أنه بعد أخذ التضخم المالي في الاعتبار، فإن هذا السعر هو ما دفعه بعض الركاب في الدرجة الأولى على متن السفينة في الماضي. يعادل السعر الحالي 4,350 دولارا في عام 1912. وعلى الرغم من السعر، فإن رؤية حطام سفينة التايتانيك هي تجربة العمر. إذا كان السعر باهظا للغاية بالنسبة لك، يمكنك الذهاب إلى متحف التايتانيك في أيرلندا، أو يمكنك الانتظار لبضع سنوات والذهاب إلى مقاطعة سيتشوان في الصين، حيث يتم بناء نسخة مطابقة للتايتانيك. تشمل هذه النسخة مدينة ملاهي أيضاً، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى ملايين الدولارات، وسيسمح لك بالسير في نفس الممرات وإلقاء نظرة على التجهيزات الفخمة والاستمتاع بالمناظر الخلابة من أعلى السفينة تماماً مثلما فعل الركاب الأصليون للتايتانيك. كان من المفترض أن تكتمل النسخة المطابقة في عام 2017، لكن البناء لم ينتهي بعد. كما يمكنك أيضاً التوجه إلى لاس فيغاس لرؤية بعض القطع الأثرية للتايتانيك. يمكنك أيضاً مجرد الاسترخاء على الأريكة مع علبة كبيرة من المناديل ومشاهدة الفيلم للمرة المليون. اختر ما يناسبك. إذاً أخبرنا يا عضو الجانب المشرق،
هل ستحاول رؤية التايتانيك قبل أن تختفي؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه، ولا تنسى منح هذا الفيديو إعجابا ومشاركته مع أصدقائك والنقر على الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق.